خلينا نبتدي مع بعض على طول بأهم الأخبار والأحداث اللي معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اجتماع امبارح لمتابعة مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري وأداء القطاع المصرفي بالدولة. وجه سيادته بمواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص. امبارح كمان منا وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاط القدير من طراز ميكو A200 بعد إتمام إجراءات استلامها بمدينة بريبرهافن الألمانية، لتنضم هذه الفرقاط الجديدة للأسطول البحري المصري ويتم بنائها وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية. أخبار كتير مهمة حصلت امبارح. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي. تناول الاجتماع متابعة مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري وأداء القطاع المصرفي بالدولة. عرض محافظ البنك المركزي عدد من الموضوعات ذات الصلة، من بينها القرارات الجديدة اللي أصدرها البنك واللي بتسري اعتبارا من الأول من يناير 2024، وبتقضي بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعملات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري، وهي القرارات اللي بتهدف لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، ما يساهم في إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة، ذلك في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي. أيضاً تطرق الاجتماع إلى جهود توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، حيث وجه سيادة الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الصدد ومواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص. امبارح تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري العظيم وجميع شعوب العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024، راجيا من الله عز وجل أن يحمل العام الجديد بشائر السلام والخير والازدهار، وأن يكون عام أمان واستقرار ورخاء لمصر والوطن العربي، وأن تنعم الإنسانية كلها خلاله بالسلام والمحبة. وامبارح هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري بمناسبة بداية العام الجديد، وقالت عبر حسابها الرسمي بالفيسبوك: أهنئ الشعب المصري بمناسبة بداية العام الجديد، أعاده الله بالخير واليمن والبركات والمزيد من الاستقرار والأمان لبلدنا الحبيب مصر، كل عام وأنتم بخير. وامبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لرصد أي إصابات بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر، مشددة على امتلاك قطاع الطب الوقائي منظومة رصد متكاملة وبائياً ومعملياً لفيروسات الإنفلونزا والفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي، واللي بتعد الأقوى على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يتم من خلالها رصد نشاط الفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي مع الإبلاغ الفوري عن أي نشاط غير معتاد، مشيرة إلى أن تلك المنظومة لم ترصد أي تحورات أو سلالات جديدة لفيروس الإنفلونزا إنفلونزا الخنازير في مصر. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على الفيسبوك أنه في إطار ما تنفذه القوات المسلحة من استراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث الأفرع الرئيسية ومختلف الأسلحة التخصصية وفقاً لرؤية القيادة السياسية، ما يعظم من قدرات وإمكانات القوات المسلحة لدعم ركائز الأمن القومي المصري، وصلت إلى قاعدة الأسكندرية البحرية الفرقاطة القدير من طراز ميكو A200. ده كان بعد إتمام إجراءات استلامها بمدينة بريمرهافن الألمانية لتنضم للأسطول البحري المصري، حيث تم بنائها بشركة تاكمس الألمانية وفقاً لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية. بتمثل الفرقاطة القدير إضافة تكنولوجية وقدرات قتالية هائلة لإمكانات القوات البحرية، لكونها بتتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح المتطورة اللي بتمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بكفاءة واقتدار، وبما يدعم إمكانات القوات البحرية القتالية بهدف تحقيق القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر والسيطرة الكاملة على السواحل الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط. امبارح رفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد لتأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد. وامبارح نظمت أكاديمية الشرطة ورشة عمل تدريبية 31 الموجهة لطلبة الجامعات المصرية والكوادر الشبابية بوزارة الشباب والرياضة تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة.
ده كان بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة. استهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومي المصري، من أبرزها تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ومشروعات تأسيس منطقة الشرق الأوسط وحرب اللا عنف وصناعة الدول الفاشلة وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل من خلال الإرهاب والشائعات والحروب النفسية وتخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية وجهود الدولة المصرية في كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات. نروح مع حضراتكم لجولة خارج القاهرة نشوف فيها أخبار المحافظات، ونبدأ من الغربية حيث تم زيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفى المحل العام ل 48 سرير. في محافظة أسيوط تم استكمال رصف طريق كوبري المرور بالبداري. خلينا بقى نكمل احتفالات بالسنة الجديدة ونروح الأقصر، وإيه اللي شهدت تحليق 60 رحلة بالون نقل 1500 سائح. وفي المنيا تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1607 حالة خلال قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة. خلينا نعرف أكتر عن أخبار المحافظات في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في مطروح تم تنفيذ أعمال أول قطاع من طريق سيوة مطروح الخرساني بطول 50 كيلومتر تمهيداً للافتتاح ودخول الخدمة قريباً. في الغربية أعلنت مديرية الصحة عن إضافة 5 أسرة عناية مركزة بمستشفى المحل العام ليصبح إجمالي الأسرة 48 سرير عناية مركزة كبار و9 عناية مركزة للأطفال. فأسيوط أعلنت المحافظة عن استمرار رفع كفاءة الطرق بمركز البداري ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023-2024، وبيتم العمل على استكمال رصف طريق كوبري المرور لكوبري الخياط لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. في الجيزة أصدرت المحافظة قرار بتشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية في إطار توجيهات الدولة نحو توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل أثار الأزمة الاقتصادية العالمية. كما تم تكليف مدير مديرية التموين ومدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى وإيقاف الأجازات والراحات بكافة أنواعها لمفتشي المديرية والإدارات التموينية الفرعية استعداداً للأعياد. في الأقصر حلقت في سماء البر الغربي 60 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1500 سائح من حول العالم للاستمتاع بالمشاهد من الأعلى وسط أجواء مميزة من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربي في ليلة رأس السنة الجديدة. في المنيا أكدت المحافظة تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، وأسفرت نتائج القافلة الطبية اللي نفذت بقرية منقطين بمركز صاملوط عن توقيع الكشف على 1607 حالة وصرف العلاج بالمجان. في المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه اليوم عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصلحة وميت خاقان من الساعة 10 الصبح حتى الساعة 2 الظهر لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات. في الأليوبية أعلنت جامعة بنها عن إطلاق مسابقة الجامعة الخضراء الذكية على مستوى كليات الجامعة والمدن الجامعية ومبنى إدارة الجامعة لاختيار الأفضل في مجال الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم تخصيص قيمة الجوائز 50,000 جنيه لأفضل كلية و 30,000 جنيه لأفضل مدينة جامعية و 20,000 جنيه لأفضل إدارة.